أنا اسمي ياسين وعمري 12 سنة وأنا من مدينة إدلب. أنا ساكن لحالي بالبيت أنا وأمي وأخواتي. أبوي من 6 سنين جته جلطة وتوفى. كنت صغير وعايش أبوي، كنت فرحان بوجودي وكان يلعبني كتير. أنا بحب أجي على هاي المدرسة، أجي ألعب مع أشوف أصحابي وألعب معاهم بالفرصة. وأنا بحب الدروس قرآن وعربي وإنجليزي. أنا أتمنى وقت أكبر أكون مهندس. شكرا لمدرسة أمة واحدة لأنها أعطوني فرصة لأتعلم.